أنا مفتوح سعيد سادة من ليبيا، مقيم حاليا في إسطنبول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التجربة حقيقة كانت يعني رائعة ممتازة مع هذا المركز مدهير كلينيك، كانوا حقيقة صادقين معي من البداية في جميع الأسئلة اللي كنت أطرحها عليهم، لأن هذا الموضوع أخذ مني فترة في البحث، وكانت هناك تجربة لبعض أقاربي في مراكز أخرى، وحقيقة كانت النتائج يعني متوسطة، يعني ليست جيدة جدا. يعني كنت بحثت عن الموضوع هذا كثيرا، فإيش استقر بي الأمر إلى هذا المركز اللي هو ميد هير كلينيك. حقيقة كانوا يعني استقبالهم ممتاز، الطاقم الطبي والمشرفين وجميع الطاقم كان يعني غاية في الروعة في التعامل، كانوا صادقين في الإجابات على الأسئلة. إلى الآن الأمور ماشية الحمد لله يعني كما رسم لها يعني، وإن شاء الله يعني تكون النتائج مرضية بإذن الله سبحانه. كما قلت المركز ممتاز حقيقة، يعني التعقيم ممتاز، كل شيء كان يعني يمشي بسلاسة، ويعني ما شفتش فيهم يعني أي مثلا أي تلاعب في الأمور، أي أمور مش واضحة، كلها كانت واضحة، وإن شاء الله كيف ما قلت إن شاء الله تمشي الأمور كلها جيدة جدا. إيه حقيقة كان ممتاز، يعني ابتداء من الأخوة العرب اللي هم يشتغلوا مع هذا المستشفى كمترجمين وكمشرفين، حقيقة كانوا يعني قمة في الاستقبال وفي يعني التودد، وأنا ممنون يعني منهم جميعا. أي ما شاء الله، يعني حقيقة كانوا متواصلين معي يعني حتى بالهاتف يطمئنوا على وضعي، واليوم الثالث من العملية، وأنا من اليوم الثاني والثالث يعني كنت يعني في هناك مراجعة، هناك يعني عمليات غسيل وتعقيم للجروح. الأمور ما شاء الله. بالنسبة لزراعة الشعر أنا أنصح، لأن وجدت المصداقية، وجدت الأمانة في الشغل، يعني وجدت الملاطفة في التعامل، فهم؟ يعني أنصح به جدا، يعني أنصح به جدا. الذي يريد أن يزرع يأتي إلى مدهير. ما إلك إلا مدهير حتى تبقى العمر بخير، فرح قلبك رجع صفتك عيش وفوق العالم طير. ما إلك إلا